Bismillahirrahmanirrahim. Emir Hazretleri, aziz kardeşim, Şeyh Sabah, değerli misafirler, Şeyh Sabah, Ahmet Cember Sabah, Ahil Aziz, الضيوف الكرام, سيداتي, سادتي, إنني أحييكم بكل محبة واحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün anlamlı bir merasim için Kuveyt'teyiz. إنني اليوم أتواجد بالكويت لمراسم ذات أهمية كبيرة جدا، وإنني لسعيد جدا بأن أكون في دولة الكويت معلم المنطقة بدعوة من أخي العزيز الشيخ صباح أحمد جابر الصباح، وكذلك سنقوم بوضع حجر الأساس لمطار الكويت الدولي الجديد. لا شك أن هذا المشروع الذي هو بمثابة رمز جديد لمدى القوة والصداقة بين تركيا والكويت، أسأل الله عز وجل أن يعود علينا جميعا بالخير والنفع. وأنا أريد أن أتقدم جزيل الشكر إلى أخي العزيز الشيخ صباح سمو الأمير لهذه الدعوة الجميلة التي وجهها لي، وأنا أتمنى أن يتم إنجاز هذا المطار في أقرب وقت ممكن ليمكن إخوتنا الكويتيين من تلقي خدمات رائعة في مجال الطيران. ولله الحمد، نحن بدأنا نشاهد يوما بعد يوم وفترة بعد أخرى أن دولة الكويت تحدث تقدما كبيرا وتنمو وتطور بشكل أفضل، ولا شك أن الفضل يعود إلى باني هذه المشاريع وباني دولة الكويت الحديثة صاحب السمو الشيخ صباح أحمد جابر الصباح. ولا شك أن تواجد سموه يعتبر حظا كبيرا بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى منطقة دول المنطقة أيضا، وإن نحن نعلم أن قادة الدول وزعماء الدول الذين يفكرون في مصالحهم الذاتية بعيدا عن مطالب ومعاناة شعبهم، ما هي المرحلة والعقبة التي يصلون إليها؟ والأكبر وأوضح مثال على ذلك نجدها في سوريا، ونحن لا نريد أن نرى بأن الدول التي تربطنا بها أخوة وصداقة بأن تهدم من قبل الظلمة، بل نريد أن نجنب فيها إنجازات وتطورات كبيرة جدا. ولهذا السبب فإن الحكمة والقيادة والرئاية والرؤيوية التي يبديها سمو دولة أيضا الكويت هو دليل واضح على ذلك. نحن أيضا نأمل بأن نقوم بتطوير كافة علاقاتنا مع دول الخليج في شتى الميادين، وعلى رأسها دولة الكويت في ميادين عسكرية واقتصادية وتجارية وغير ذلك، ومن أجل استهار منطقتنا واستقرار منطقتنا يجب أن تكون قنوات التواصل فيما بيننا مفتوحة، ولا بد أن نسعى لتطوير علاقاتنا الاقتصادية متعاضدة مع علاقاتنا الإنسانية. إذا لم نجمع بين هاتين الخصوصيتين لا نكون موفقين في أعمالنا، ولا بد أن يكون منطلقنا هذا هو. وإذا فكرنا في مصالحنا الذاتية فحسب، فلا يمكن أن نتمكن من أرضية متينة وسليمة لبناء العلاقات والتطلع إلى المستقبل. وبهذه النقطة
الموضع نحن في تركيا نولي أهمية كبيرة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في شتى الميادين بما فيها المجال الاقتصادي. ونحن نريد أيضا أن نطور حجم التبادل التجاري مع مجلس التعاون الخليجي حيث قد وصل إلى 17.4 مليار دولار باعتبار عام 2016، ولكن إذا ما أخذنا طاقاتنا وطاقات دول المجلس بعين الاعتبار نجد أن المبلغ دون المستوى المطلوب. وكذلك نرى بأن الشركات التركية البالغ عددها الشركات التركية قامت بتحمل وإنجاز واحد مشاريع بقيمة 51 مليار دولار على مدى 14 سنة. ولا شك أن اتفاقية التجارة الحرة المزمع والمطلوب توقيعها بين تركيا ومجلس التعاون من شأنه أن يساهم في تطوير العلاقات التجارية بين تركيا والكويت، وأن يفتح أمام ذلك أيضا آفاقا جديدة. وإخوتي الأعزاء، إن العلاقات التاريخية والثقافية تعتبر سياسية بين تركيا والكويت. لا شك أن علاقاتنا الاقتصادية تنمو بالتوازي مع علاقاتنا السياسية، وهذا ما يساهم بشكل فعال لتطوير علاقاتنا. وأخيرا أريد أن أذكر بأن زيارة صاحب السمو الشيخ صباح لبلادنا يوم 21 و22 مارس آذار المنصرم حقيقة كانت زيادة قد دفعت بعلاقاتنا إلى مستقبل واعد. ونحن نولي أهمية كبيرة أيضا مواضيع الاستقرار والأمن والرفاهية لكلا البلدين. أما حجم التبادل التجاري بين البلدين فقد وصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2016، إن عدد زوار إخوتنا الكويتين لتركيا قد وصل إلى 180 ألف زائر كويتي في السنة الماضية. ونحن نرحب بزيارة إخوتنا الكويتيين، كما أننا نتابع المساعي والتطورات الاقتصادية أيضا. ونحن هنا أريد أن أعبر عن شكري وامتناني الكبيرين لصاحب السمو للدعم الذي يوليه لتطوير علاقتنا، ومن خاصة أن تولي شركة تركية بناء مطار الكويت الدولي الجديد في إطار خطة تنموية ل 2035، دليل واضح على مدى أهمية واهتمام دولة الكويت أيضا بتركيا بشقيقتها. وإن هذا المشروع أيضا الذي يقدر ب 4.4 مليار دولار قد وصل حجم المشاريع التي تحملتها الشركات التركية في الكويت إلى 6.5 مليار دولار. وإن هذا المبلغ الذي كان في عام 2013 بحدود 500 مليون نجدا وقد وصل إلى 6 مليار دولار، وهذا أمر يسعدنا ويبعث في نفوسنا سرورا وامتنانا. ولا شك أن شركة ديمارك تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال، وهي ستبذل قصارى جهدها من أجل إنجاز المشروع في الموعد المحدد وما قبله أيضا. وأنا أريد أن أؤكد أن الشركات التركية مستعدة للإسهام في تنمية الكويت دائما. وفي نفس الموال أيضا أن هناك استثمارات كويتية في بلادنا تقدر بقيمة 1.5 مليار دولار، ونحن نأمل
الآن تزداد الاستثمارات الكويتية في بلادنا أيضا، ونحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات والإمكانات لذلك إخوتنا الأعزاء. إنه من أجل تحقيق الازدهار والطمأنينة والاستقرار في العالم، لا شك أنه مرتبط باستقرار بلادنا، وهذا مرتبط بمواقفنا أيضا. ولا شك أن التعاون التركي الكويتي من أجل حل المشاكل المنطقة سيكون بمثابة بوابة مهمة أيضا لتجاوز هذه المشاهد وتلك الأزمات الكبيرة. ولا شك أن التعاون التركي الكويتي الصادقين من شأنه أيضا أن يحرك سائر البلدان. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار قدرات وطاقات بلدينا، وأنا أعتقد أنه يمكن تطوير علاقاتنا بناء على ذلك خلال فترة وجيزة إلى مستويات أفضل. ولهذا السبب يتعين على كلا البلدين بذل مزيد من الجهود والحماس. وبهذه المشاعر أريد أن أعبر عن تمنياتي بالخير والنفع هذا المشروع النبيل والفريد للشعب الكويتي، وأنا أتقدم بجزيل الشكر إلى سمو الأمير الشيخ صباح للدعم والتعاون والأخوة أيضا. وأستودعكم الله وأحييكم بتحية قلبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.